سلام، صباح الخير عليكم. جيسباك راكم ملاح. اليوم جيتكم فيديو تاع منطقة ساحرة جنة فوق الأرض. هي باش توصلها شوية صعيبة، كما راكم تشوفوا الطريق راهي شوية بيست، ماهيش مدايرة مليح، ماهيش مخدومة مليح، مي سافولكو بيسك راهي جنة فوق الأرض، منطقة رائعة اللي هما شلالات أفنسو في مدينة القل. دونك كيما راكم تشوفوا رانا الحين نمشيو في لا فواطور ان بيست، ومن بعد نوصلوا للمرحله راح نغاريو لا فواطور ونمشيو ابي واحد 20 مينوت في الجبل والغابه راح باش نوصلوا للشلالات. راكم راح تشوفوا كلش معايا، راح نتبعوا كلش معايا. جيسبر تعجبكم الفيديو، تبعوا مليح. جست برك حبيت لهنا نعطيكم معلومه انه هذا الشلال اللي رايحين نوصلوا له دركا ماهوش الشلال الوحيد، هي منطقه كامله عامره بالشلالات وتوصل حتى لابلاج تاع تامانار. كنا نمشيو الشلالات هادو كامل نوصلوا حتى للشواطئ تاع تامانار. جست نصيحه اذا حبيتوا تزوروا هاد المنطقه لازمكم تكونوا لابسين لباس اللي والم تاع الغوندوني، اللي والم هاد النوع من لي زافونتور. دونك تكونوا لابسين حاجه كونفورتابل ايتو، ديروا حسابكم في هاد لو بوين وصدقوني يستاهل بزاف 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 انكم تجيوه. كملوا شوفوا معايا. Thank you.
فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا رانا يعني وصلنا للشلالات، منطقة ساحرة والله، جنة فوق الأرض، جنة فوق الأرض. عندنا بلايص في بلادنا جنة فوق الأرض، شوفوا مليح. كما قلت لكم قبل، الشلال ماهوش هذا هو الوحيد، كاين شلالات واحد اخرين، ميم كاين حي اكثر منه. تما كل ما تمشي مع الشلالات تلقاي، ميم تلقاي بلايص هكا كيما دي بيسين يعوموا فيهم الناس، الماء شويه بارد، مي صدقوني جنه فوق الارض. دونك كما قلت لكم ماشي هذا هو الوحيد، كاينين بزاف وحي اخرين حتى يخرج للشاطئ تمانا. اي فوالا، ولهنا رانا في طريق العوده. جيسبر تكون عجبتكم الفيديو، عجبوكم لي بيزاج. ما تنساوش جام ابوني وديروا دي كومونتير، بارطاجيو لي فيديو، بارطاجيو لاشين. تهلاو بزاف 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 في روحكم، ميرسي بوكو.